يسعد أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا فيكم من جديد على قناتي ماجيك تيست. معكم أمل البستنجي، بتشرف بمتابعتكم، أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. وصفة اليوم صينية البطاطا المهروسة المحشية لحمة مفرومة، من أسهل وأطيب وصفات البطاطا. هالوصفة طبعا شهية وسريعة التحضير، يلا سوا خطوة بخطوة لنشوف تفاصيلها. رح أبدأ أول شي بسلق البطاطا بعد تقشيرها طبعا، وأتركها تغلي على نار هادية لحد ما تستوي تماما. وبهالمسافة بدي أحضر اللحمة المفرومة. بنزل زيت نباتي وعليه بصل مفروم حسب كمية اللحمة، بقلبها لتدبل شوي، وبنزل عليها اللحمة المفرومة وبقلبها بحركها. هون اللحمة ما بتحتاج بهارات كتير، نكتفي بالملح والفلفل الأسود. وبهذا الشكل بتكون جهزت معنا اللحمة. بنشوف استواء البطاطا، لازم تكون مستوية تماما هيك. بعد ما جهزت هلأ بدنا نضيف لها زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود. زيت الزيتون حسب الكمية، كمية تقديرية. عندي هون 7 حبات بطاطا، حطيت لهم ما يقارب نص كاسة زيت زيتون والملح والفلفل الأسود. وبدنا نهرسها ناعمة كتير بحيث ما يضل فيها تكتلات أبدا. هلأ ببساطة بدي أدهن الصينية زيت زيتون. طبعا اختاروا صينية تكون حجمها مناسب. بدي أفرد الطبقة الأولى من البطاطا، وبعدها أنزل عليها اللحمة المفرومة اللي جهزتها، وضروري اللحمة تغطي كل الفراغات. الطبقة الثانية راح أفردها بهذا الشكل، راح تنفرد في كف الإيد، وأنزلها قطعة قطعة لحد ما تسكر عندي كل الفراغات الموجودة بالصينية. ضلت عندي هون هلأ آخر خطوة، طبعا مهمة كتير هاي الخطوة لأنها هي اللي بتعطي الشكل الحلو واللون الذهبي لصينية البطاطا. بدي أحط بيضة وعليها ملح وفلفل أسود وأخفقهم منيح، وأضيفهم على وجه الصينية، أفردهم تماما. وهلأ بدنا ندخلها الفرن على نار عالية لحد ما تتحمر عنا الأطراف، وبعدين نحمر وجهها. ولحد ما تستوي بدي أعمل طبق جانبي مقبلات سلطة كتير شهية. وهيك بتكون جهزت الوصفة، هذا اللون والشكل تماما المطلوب بعد التحمير. وصفة سهلة وشهية، والأهم سريعة التحضير. يا رب تكون عجبتكم، لا تنسوا اللايك للفيديو والاشتراك في قناتي حتى يوصلكم كل جديد. وتشرفت بمتابعتكم، وإلى اللقاء.